هذه المرثية من كلمات الشيخ أبو عباد موسى عبد الله أحمد علي المسعدي القيثي بعد وفاة أولاد عمه المغفور لهم بإذن الله الشيخ صفران وأولاده والشيخ عبد الله القاري والشيخ عبد الرحمن أحمد المسعدي. هذا أبو العاصفة. يلا ما نسألك تزال الأخطر ما بيننا يا رب أي حيلة أبو عباد القلب أشتعل نار على الجبال شماخ الطويلة على عيال العم قلبي يحتر وانفسنا من بعدهم عليلة كانوا شداد الضر نار الأبصر ومسند محمد الباري وحكم الأقدر وردة الأقدر مستحيلة يلا أنا سألك تزيل الأخطر ما بيننا يا رب أي حيلة أبو عباد القلب أشتعل نار على الجبال شماخ الطويلة يالموت قد شلت مراد مدر كم من بطل يا صفران ذي المشر صنع الأفكار ما قد لها إلا عم من رحيلة ولحقت أولاده بموت غدر ووصفهم من خيرة العويلة يلا أنا أسألك تزيل الأفكار ما بيننا يا رب أي حيلة أبو عباد القلب أشتعل نار على الجبال شماخ وعمامهم كان من فتاوي مغور واكبر خساره بهضه ثقيله عبد الله القاري زعيم الاحرار وعبد الرحمن فارس القبيله وختمها يا الله وانت غفار اجمع بهم في الجنه الجميله يلا انا اسالك تزيل الاخطار ما بيننا يا رب أبو عباد القلب أشتعل نار على الجبال شماخ الطويلة جنب الصحابة والنبي والأنصار بتوسلك وأدعيك كل ليلة وتوسلك وأثني عليك بإصرار بعمر أبو سيف البطل تطيلة وصبر يا الله بعد ذي سار وعاونه بالحمل احنا مع ابو سيف للزمن جر نمشي على دربه وفي سبيله حيد القرار في الاسد واغمر متماسك بالله